مانشستر سيتي يعد من الأندية القليلة التي تمتلك سبل إقناع قوية يصعب على أي لاعب رفضها. أولها امتلاكه مشروعاً قوياً وواضحاً، إغراءات مادية لا حدود لها، اللعب في الدوري الأقوى في العالم وتحت قيادة المدرب الأفضل برأي الكثيرين. لكن برغم كل هذه المميزات لم ينجح بيب في استقطاب عديد النجوم إلى قلعة الاتحاد، وهؤلاء هم موضوع فيديو اليوم من قناتكم ميد سبورت، بحيث سنعرض لكم أبرز 10 نجوم فشل غوارديولا في ضمهم إلى مانشستر سيتي، آخرهم نجم أرسنال. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميد سبورت. جورجينو: عندما غادرت نابولي كان يجب أن أوقع مع فريق إنجليزي آخر غير تشيلسي، ليس سراً على أحد، فقط ابحث في الإنترنت واعثر عليه، فهو مانشستر سيتي. اللعب تحت قيادة غوارديولا أحد أحلامي، لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث أم لا، لكنه نقطة مرجعية لي. بهذه الكلمات تحدث النجم الإيطالي قبل عامين عن فشل انتقاله إلى سكاي بلو في صيف 2018 عندما قرر الرحيل عن البارتينوبي، حيث كان الإيطالي قريباً للغاية من الانضمام إلى كتيبة السيتيزنز بطلب من غوارديولا، بل واتفق الطرفان بالفعل على كافة تفاصيل الشخصية، لكن نابولي تعنت في مطالبه قبل أن يتدخل تشيلسي بالتزامن مع تحول ساري مدرب جورجينو السابق في نابولي لتولي مهمة تدريب البلوز، فتغيرت وجهة اللاعب إلى ستامفورد بريدج. فرينكي دي يونغ: في صيف 2019 كان غوارديولا قريباً من الظفر بنجم الطواحين من أياكس بعد مفاوضات متقدمة بين جميع الأطراف، لكن وفداً من برشلونة سافر إلى أمستردام وعرض على اللاعب عقداً ضخماً يفوق عرض سكاي بلو، فرفض الأخير محاكاته، ما دفع دي يونغ لتفضيل الانتقال إلى كامنو. ويقول اللاعب: كان لدي عرضاً من مانشستر سيتي وبي إس جي، لكنني فضلت الانتقال إلى البارسا لأنه كان حلماً يراودني منذ الصغر، كما أنني أنتمي لأسلوب اللعب الذي يتبعه الفريق. وعن تلك الواقعة علق غوارديولا لاحقاً بالقول: قد يكون الأمر سهلاً عندما تكون الفريق الوحيد الذي يرغب بضم لاعب ما، ولكنه يصبح أكثر تعقيداً عندما يكون هناك عدة فرق، خاصة إن كان بينها برشلونة أو ريال مدريد. يجب عليك حينئذ أن تكون أسرع وأكثر كفاءة. بول بوغبا: مع قرب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد قبل حلول صيف 2022، كان النجم الفرنسي واضحاً بشأن رغبته في عدم التجديد مع الشياطين الحمر، وحينها عرض مانشستر سيتي ضم اللاعب في صفقة انتقال حرة، لكن الأخير رفض، لتؤكد صحيفة The Athletic أن بوغبا كان حريصاً على عدم خيانة جماهير اليونايتد والذهاب إلى الغريم، خاصة وأنه لمس بعض ردات الفعل الغاضبة حينها من بعض أنصار النادي عند توارد تلك الأنباء. وفي النهاية قرر صاحب 31 عاماً أن يدير ظهره لعرض مانشستر سيتي الكبير، مفضلاً العودة لناديه السابق يوفنتوس. ديكلان رايس: صحيح أن وجود النجم الإنجليزي كان ليصبح معضلة في وجود رودري بنفس مركزه بين صفوف السيتي، لكن ذلك لم يمنع الأخير من التحرك لضمه بالصيف الماضي كخيار لرفع الجودة بالوسط وعرض ما يتجاوز 100 مليون يورو، لكن رايس اختار الذهاب لأرسنال مقابل 116 مليون يورو كأغلى لاعب إنجليزي، في وقت أشار فيه مايكل أرتيتا أنه في المرة الأولى التي جلس فيها مع صاحب 25 عام قال له: أريد أن ألعب للغانرز ولك فقط. بينما علق غوارديولا قائلاً: أحياناً يوجد بعض اللاعبين الذين يقررون عدم الانضمام إلينا، وهناك قائمة طويلة، ديكلان رايس واحد منهم، ولم يرغب في الانضمام حتى مقابل جميع الأموال في العالم. مارك أندري تير شتيغن: بذل مانشستر سيتي قصارى جهده لإرضاء غوارديولا في صيف 2016 بانتداب حارس يجيد اللعب بقدميه بدلاً من جو هارت، وتوجهت بوصلته نحو الحارس الألماني الذي كان منفتحاً على الخطوة، حتى أن خطيبته تقدمت لامتحان القبول في جامعة مانشستر، إلا أن برشلونة لم يوافق على رحيله نظراً لصغر سنه وامتلاكه لقدرات فنية كبيرة، فيما كان على استعداد لبيع حارسه الآخر كلاوديو برافو الذي كان قد بلغ عامه 33 حينها، وبالفعل انضم تشيلي إلى كتيبة سكاي بلو. جود بيلينغهام: لطالما كال غوارديولا المديح للنجم الإنجليزي، وفي الصيف الماضي كان يمني النفس بضمه إلى قطب مانشستر الأزرق، بل أثير أنه تواصل معه شخصياً شأنه شأن هالاند زميل جود السابق في دورتموند،
إلا أن اللاعب فضل الذهاب إلى البرنابيو، وبحسب إذاعة كادي ناسير فإن هناك مكالمة هاتفية استغرقت 3 ساعات جمعت بيب لصاحب 20 عام محاولاً إقناعه مع إغرائه بزيادة عائداته المالية نظراً لشعبية الدوري الإنجليزي التي تتفوق على نظيره الإسباني. كما نقل له عرض النادي الكبير، لكن بيلينغهام شكر المدرب الإسباني على اهتمامه، وكان واضحاً بأن رغبته هي اللعب للملكي، فما كان من غوارديولا إلا أن تمنى له التوفيق في مغامرته الجديدة. هاري كين. كان مانشستر سيتي مستعداً لفعل أي شيء يمكنه من الحصول على خدمات الأمير هاري من توتنهام في صيف 2021، وبدوره أبدى هداف سبيرز التاريخي رغبة كبيرة في اللحاق بكتيبة غوارديولا ليتقدم السيتي بعرض تجاوز 100 مليون يورو آنذاك، لكنه قوبل بالرفض من دانييل ليفي رئيس النادي اللندني قبل أن تؤكد صحيفة غارديان حينها أن السيتي مستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 170 مليون يورو إذا ما حصلوا على إشارة حول استعداد ليفي للتفاوض، لكن موقف الأخير لم يكن قابلاً للتغيير مع رد واضح: هاري كين ليس للبيع. وفي النهاية تعثرت الصفقة ليتوجه السيتيزنز في الصيف التالي نحو إيرلينغ هالاند. كيليان بابي. في عهد بيب غوارديولا حاول مانشستر سيتي استمالة النجم الفرنسي 3 مرات على الأقل، الأولى صيف 2016 عندما خطف الأنظار كلاعب صاعد مع موناكو، لكن الأخير رفض التخلي عنه مقابل 40 مليون يورو. ثم عاد سكاي بلو صيف 2017 في وقت ارتبط فيه اللاعب بالانضمام لريال مدريد، بل خرج غوارديولا علنا حينها ليؤكد اهتمامه باللاعب، وقيل أنه تحدث معه بشكل شخصي، لكن في النهاية تدخل باريس سان جيرمان ليوجه ضربته إلى الميرينجي والسيتيزنز بحسمه الأمور واستعارة الفرنسي مع خيار الشراء، وهو ما تم. بعد ذلك ارتبط الفريق السماوي بضم بابي في بعض المرات من بينها صيف 2018 وصيف 2021، لكن دائما ما كان النادي الباريسي حاسما بعدم التفريط في جوهرته وأساس مشروعه كما أراد ملاكه أن يكون. كريستيانو رونالدو. عقب فشل التعاقد مع هاري كين صيف 2021 ارتبط اسم البرتغالي بالانتقال إلى السيتي بعدما أبدى رغبته في مغادرة يوفنتوس، بل قيل أن اللاعب أبلغ زملائه في فيليبيان كونيري بأنه سينضم إلى سكاي بلو، وهو ما دفع مانشستر يونايتد إلى التحرك لإعادته بضغط من جماهيره. حينها أكدت بعض المصادر أن غوارديولا لم يكن ليوافق أبدا على الصفقة، بينما قالت أخرى أن المدرب الإسباني كان في حاجة ماسة لمهاجم وطلب انتداب الدون بالفعل قبل أن يكشف الموثوق فابريزيو رومانو كافة الكواليس لاحقاً، مؤكداً أنه كانت هناك محادثات بالفعل حول خطوة مفاجئة لكريستيانو بالانضمام إلى السيتي، ومع ذلك لم تتم الموافقة على الأمر بالنادي من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة، كما كانت هناك مشاكل في التواصل مع رونالدو عن طريق وكيله مينديز، لذلك انهارت الصفقة رغم موافقة يوفنتوس. وفي النهاية ظهر اليونايتد على الساحة وكان دون سعيداً بمجرد أن أصبح اهتمامهم واضحاً. ليونيل ميسي. تحت قيادة غوارديولا قام مانشستر سيتي ببعض المحاولات للتعاقد مع البرغوث، أبرزها عام 2020 عندما تقدم الأرجنتيني بطلب للرحيل عن برشلونة وحاول فسخ العقد ببند كان يتيح له ذلك، حيث أكدت شبكة TNT الأرجنتينية أن النادي الإنجليزي كان قد تقدم حينها بعرض لضم ميسي بعقد ل5 سنوات يتضمن اللعب في مانشستر سيتي ثم نيويورك سيتي التابع بدوره لمجموعة سيتي جروب مع راتب ضخم، وهو العرض الذي وافق عليه ميسي، لكن البارسا رفض رحيله ليواصل البولغا تواجده في كامب نو. وحينما كان رحيله حتمياً في الصيف التالي شعر السيتي أن القصة قد انتهت بالنسبة له، ليمضي قدماً في تحركاته لضم آخرين، بينما انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان.